التعايش مع فيروس كورونا المستجد بات أمرا لابد منه، وأصبحت عودة الحياة إلى ما قبل الجائحة مسألة وقت. فالمرض خطير ولن ينتهي إلا بعد ظهور علاج له، ولحين ذلك يجب الموازنة بين اعتبارات مواجهة الفيروس واعتبارات الحياة، وإلا سيتعرض الملايين لخطر الجوع قبل تعرضهم لخطر الفيروس والإصابة بهذا الوباء. لا تفرق هذه الأمراض والأوبئة بين شعب وحكومة، أو بين غني وفقير، أو بين عامل وصاحب عمل، فالجائحة تصل إلى الجميع بمنتهى السهولة، والكل سواسية أمام هذا الوباء، ولا داعي للهجوم على الآخر، فالكل يحاول أن يجتهد من منظوره الخاص. إذن ما الذي يجب أن يفعل في هذا التوقيت؟ ما هي الاحتياطات والإجراءات الاحترازية الاستثنائية التي يجب أن تكون حاضرة الآن في التعايش مع فيروس كورونا؟ وأيضا الخطوات التي يجب أن يتم التأكيد عليها دائما؟ وربما تختزل كل هذه الأسئلة في إجابة واحدة، ألا وهي لابد من وجود ثقافة التباعد الاجتماعي في حياتنا وسلوكياتنا اليومية. يحدثنا في هذا الأمر عبر سكايب من القاهرة دكتور إسلام عنان، وهو أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم الانتشار، علم انتشار الأوبئة. يا دكتور إسلام، تحياتي لحضرتك في البداية. اهلا وسهلا استاذة آية، رمضان كريم، كل سنة وانت طيب. الله أكرم وحضرتك بخير وسعادة، اهلا وسهلا. التعايش مع فيروس كورونا، المعادلة الصعبة وحيرة الاختيار ما بين أمرين. الأمر الأول هو التعايش مع الفيروس، وأيضا يعني الاستمرار في رعاية الاقتصاد، والأمر الآخر هو الاستمرار في الحجر المنزلي والعزل والمخاطرة بانهيار الاقتصاد. ما بين الأمرين وفرضية وجود ثقافة التعايش الاجتماعي مع الفيروس، تداعيات الموقف برأيك؟ تمام، زي ما تفضلتي بالظبط، ده موقف صعب، وهو التوازن ما بين الاقتصاد والحد من انتشار الفيروس. احنا ما عندناش غير ثلاث سيناريوهات. سيناريو ان احنا نعمل اغلاق تام واحنا لا نقدر عليه، كما تفضلتي الاقتصاد مش هيحتمل، في ناس ممكن تموت من الجوع قبل ما تموت من الفيروس، او ان احنا نتبع سياسه قطيع وما نعملش اي اجراءات، واحنا برضو ما نستحملش من جاهزيه مستشفيات، وكل البلاد اللي حاولت تعمل مناعه القطيع فشلت زي انجلترا في بدايه الامر. السيناريو الثالث واللي معظم دول العالم بتتبعه، سواء الدول الاوروبيه الامريكيه او حتى في الشرق الاوسط، هو التوازن بين الاثنين. التوازن بين الاثنين محتاج شقين، شق في سياسه صحيه من جانب الدوله وجزء من جانب المواطن نفسه. لو كلمنا سريعا الجزء من السياسه الصحيه، احنا محتاجين يبقى فيه قوانين، او لو حتى مش هتبقى قوانين تبقى اجراءات صارمه لبعض المحاور اللي تخلينا نعرف نتعايش مع الفيروس، منها مثلا جاهزيه المستشفيات. محتاجين يبقى المستشفيات جاهزه بمساحه اكبر، خصوصا وزاره الصحه اعلنت ان احنا وصلنا للحد الاقصى في مستشفيات العزل، فالاعداد هتزيد، فبالتالي محتاجين مساحات اكتر، محتاجين اعداد من الاطباء والتمريض والصيادله والكادر الطبي، محتاجين تدريب، محتاجين عدد مساحات اكتر بكتير من احنا بنعمله، لان كل الدول اللي حاولت تفتح الاقتصاد وحاليا في المراحل دي بتعملها لمده اسبوعين ثلاثه، بعد كل مرحله تفتح جزء بسيط من الاقتصاد وتعمل عدد عشوائي من المساحات عشان تقيم المرحله اللي اتفتح فيها الاقتصاد. لو الفيروس ابتدي يقل بيكمل للمرحله اللي بعديها فتح الاقتصاد، لو الفيروس لسه بيتزايد بيقف عند نفس المرحله ويمدها لمده اسبوعين او ثلاثه. الحاجه اللي محتاجين برضه نعملها من سياسه صحيه هي اجراءات التتبع الالكتروني زي ما معظم الدول ابتدت تعمل. والحاجه الاخيره هو فرض اجراءات السلامه على الشركات، يعني الشركات لو هترجع والمصانع والمعامل لازم يبقى عليها اشتراطات معينه لسلامه الموظفين والعمال، في الكمامات ولبس البدله الواقيه البي بي اي واجراءات التطهير والنظافه وهكذا. ونرجو ان يفرض الكمامات في الشوارع وفي المواصلات العامه اجباريا لكل الناس، لكل الدول اللي بتفتح الاقتصاد بتعمل كده. ده الشق الاولاني، السياسه الصحيه. لو رحنا لشق المواطن نفسه، احنا زي ما تفضلتي سياسه التباعد الاجتماعي هو الحل الوحيد قدامنا لان احنا نعرف ننزل الشغل. للاسف هو لا اراديا الناس لما بتسمع ان الدوله ابتدت تقلل وهنرجع للانتاج بتفتكر ان الفيروس قل، او بتفتكر ان هو كده الدنيا بقت امان، فبتدي يطمن.
احنا المفروض العكس، احنا هننزل والفيروس لسه بيكتر وبينتشر، فالمفروض ناخد احتياطاتنا اكتر. محتاجين كمان نبتدي يبقى في توعية بيننا وبين بعض، الناس محتاج تخاف على عائلتها، محتاجين نخاف على اطفالنا كذلك، التجمعات تبتدي تقل على قد ما نقدر، محتاجين يبقى في عندنا شوية خوف ايجابي زي ما بدأنا الجائحة. احنا بدأنا بخوف ايجابي جيد، الناس كلها كانت الى حد ما ملتزمة، دلوقتي الناس ابتدت تفك الحزم وتفك الاحترازات اللي بتعملها، وده لو استمرنا عليه ممكن نوصل لسيناريو مش كويس. احنا عايزين نعرف نوصل للتوازن يمكن بين السياسة النقطة دي الصحية تحديدا وبين يا دكتور الشخص. إسلام أنا محتاجة أستثمر يعني تخصص حضرتك فيها لإفادة المواطن المصري الذي يشاهدنا الآن. هناك إجراءات سلامة عامة ربما تتبعها الكثير من الدول في ظل هذه الأزمة العالمية، أزمة وباء كورونا، ولكن هناك إجراءات سلامة خاصة والمقصود بها طبيعة كل شعب مختلفة عن ثقافة شعب آخر. ثقافة الشعب المصري تعلم جيدا أنها ثقافة تحمل الكثير من الود والحميمية والتلاحم، سواء كان يعني في المشاعر أو الود أو حتى العادات الجسدية في السلام، وأيضا في الثقافة السلوكية اليومية. ثقافة الشعب المصري لا تتغير في يوم وليلة، ولكن بطريقة الوعي المستمر وأيضا التنبيه الدائم ربما يكون هناك تأثير إيجابي عليها. كيف يمكن التعامل مع ثقافة الشعب المصري في إجراء التعايش مع وباء كورونا؟ نقطة جيدة جدا ومنطقية، عشان نبقى بنتكلم كلام عملي مش مثالي ويصعب تطبيقه. احنا شعوب فعلا عندنا الاتصال الجسدي يدل على المشاعر، بنسلم بايدينا كتير، بنسلم ونحضر بعض. احنا عايزين بس نقول للناس ان احنا الفيروس قاعد معانا فتره طويله شويه، احنا هنرجع للنورمال للطبيعي، بس للاسف للنيو نورمال، دي الكلمه اللي بيستخدموها كل منظمات الصحه ووزاره الصحه مستوى العالم. تغيير العادات هياخد وقت، اللي يخلينا نعرف نغير عاداتنا هو فكره التوعيه، ان انا ابقى عارف الاثار الجانبيه ممكن تحصل ايه. الشخص اللي ممكن يعدي والده ووالدته او اهله ممكن يتسبب في وفاتهم، لو فضل الموضوع ده في دماغنا هنبتدي نحاول نغير سلوكياتنا على قد ما نقدر. كل ما نبص على الخطر قدامنا من غير ما يبقى عندنا ذعر ومن غير ما يبقى عندنا فزع، نرجع تاني من فكره مش عايزين خوف سلبي، الخوف السلبي والذعر بيقلل كده كده المناعه وممكن فرصه الاصابه تزيد، لكن لازم يبقى في خوف ايجابي دايما يبقى حاطين قدامنا، سواء من اصحاب الشركات من وسائل الاتصال الاجتماعي من حضراتكم في الاعلام، ان زي ما في جانب جيد ان احنا ننزل والاقتصاد هيفتح عشان الدنيا تمشي والعجله بتاعت تدور، في جانب سيء ان انت لو ما خدتش بالك من نفسك انت مش بس ممكن تعدي نفسك، انت ممكن تاذي حد تاني من عيلتك. طول ما الصوره دي موجوده في دماغنا الناس هتبتدي تغير من سلوكياتها، والموضوع مش بس في المدن والحضر، احنا محتاجين نزود التوعيه كمان على الارض في الاماكن النائيه جوه مصر. فده الشقين اللي احنا أعتقد محتاجين ده نشتغل عليهم السبب بتاعنا اللي السلامه كان يعني. مخلي فيه فارق كبير في عدد الإصابات والوفيات في دولة إيطاليا عن أي دولة أخرى في أوروبا، تتفق معي أو تختلف؟ يعني موضوع الثقافة وسلوكيات الشعب أيضا. ده كان جانب كبير، يعني هو الشعب الايطالي استخف بالموضوع، يعني هتشوف نفس المناظر اللي كنا بنشوفها في ايطاليا شفناها في مصر، الناس كانت بتنزل تهرب تقول ما فيش على فكره فيروس اسمه كورونا، طبعا الموضوع بروباجندا، نفس الاشاعات اللي كانت بتطلع في ايطاليا اول الموضوع هي اللي كانت بتطلع عندنا في مصر من فتره صغيره وحاليا. فاحنا يعني مش عايزين نوصل للمرحله دي، احنا شعوب الشرق الاوسط وشعوب البحر الابيض المتوسط الى حد ما تتشابه في الصفات، وما بيبتدوش يشوفوا الوضع الا لما يحصل لحد قريب منهم. يعني احنا مش عايزين نوصل لدي، مش عايزين نوصل لواحد يوصل للتوعيه عشان حد من قرايبه جاله عدوى او حصل له مشكله. يستحسن بلاش، عشان الواحد لو عاش بذنب زي ده هيعيش بيه طول عمره، ده حاجه مش كويسه يعني. نأمل ان شاء الله ان احنا طيب كلنا دكتور نتقي اسلام، ونمشي حضرتك في البدايه. يعني اتكلمت عن فكره الوعي. الوعي ربما يكون امر نسبي متغير ما بين شخص واخر خاصه في المجتمع المصري. فهناك الكثير من الاراء التي تقترح وتفرض ايضا وجود اجراءات رادعه
وقانونية إلزامية لكل من يخالف كل هذه الإجراءات، إجراءات السلامة الشخصية له قبل أن تكون للدولة أو لأي من الأفراد المحيطة به. فكرة الإجراءات الرادعة والتي يجب أن تكون حاضرة في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر وأيضا العالم كله، ما هي؟ يعني ما هي أبرز الإجراءات التي يجب أن تكون حاضرة الآن؟ تمام، انت فضلتي بنقطه كويسه جدا، هي قوانين اجراءات صارمه، يستحسن تبقى قوانين لان القانون بيبقى احسن ان هو يتبع والناس بتبقى خايفه من العقوبه بتاعته. اول قانون ومحتاجين يبقى موجود هو استخدام الكمامات بطريقه سليمه في كل المواصلات العامه وفي كل الاماكن المزدحمه وفي الشوارع، دي مهمه جدا. تاني حاجه ان اصحاب العمل يجب واصحاب الشركات والمصانع يجب قانونا ان يقفوا الموظفين بتوعهم ان هم يبقوا موفرين سبل الامان والحمايه والنظافه الشخصيه ليهم ونظافه الاماكن اللي بيشتغلوا فيهم. الحاجتين دول مهمين جدا في القوانين اللي هتتعمل. التجمعات محتاجين يبقى ليها قوانين صارمه وغرامات صارمه على اي تجمعات اكتر من عدد معين من الافراد. محتاجين قانون للتفعيل وفكرة التبليغ عن الحالات، يعني انا مش محتاج ان انا افضل مستني لغايه ما حالتي تتفاقم عشان اروح ابلغ. ده في بعض الاماكن لسه موجود في مصر، الناس خايفه تروح لان هو مش عارف ليه الناس عندها ستيجما، زي ما يكون كورونا زي ما يكون ايدز مثلا او زي ما يكون حاجه شائنه او عيب. بالعكس، اول ما حد يظهر عليه اعراض روح بسرعه، هتتعالج بسرعه، هتخف بسرعه، هترجع. احنا في حالات كتير بتيجي المستشفيات حالتها متاخره للغايه، بتموت في نفس اليوم لان هو وصل متاخر. فدي بعض القوانين او الاجراءات البسيطه اللي محتاج ان احنا نبتدي نطبقها مع جانب الوعي اللي انت تفضلتي وحضرتك قلتيه من شويه. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، على كل هذه التفاصيل والإيضاحات المهمة الخاصة بثقافة التعايش مع وباء كورونا.